أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة وأنها أكمل رحمة وأنها حقيقة لا مجاز نعم. وهذا عكس ما عليه الجهمية وأضرابهم الذين نفوا رحمته سبحانه وزعموا أنها مجاز وأن رحمة المخلوق حقيقة. ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. هذا إلحاد سبحان الله. هؤلاء صفات المخلوقين حقيقة، صفات الخالق مجاز. إيش مجاز؟ معنى مجاز يعني لا حقيقة له. يعني الله جل وعلا اسم الرحمن واسم الرحيم وذو رحمة وارحم الراحمين وكتب على نفسه الرحمة ورحمته سبقت غضبة وغلبت غضبة أرحم الراحمين، مجاز. كل هذا ها مجاز، لا حقيقة لرحمة الله عز وجل. المخلوق نعم له رحمة حقيقية. الخالق جل وعلا الرحمن اللي اسمه الرحمن الرحيم رحمته مجاز لا حقيقة، نسأل الله العافية. شوف، وهذا من أسوأ ما يقال في حق الله عز وجل، أن تسلبه صفاته. يعني كثير من الناس يمكن لو يسمع جريمة ولا اغتصاب ولا كذا صح، هذا الحرام حرام صغير ولا كبير، لكن ما يستوحش ولا يستعظم ولا يستقبح أن فلان ينسف صفات الله عز وجل. نحن الآن نسمع بعض الناس يمجد بعض المعتزلة، بعض الجهمية، بعض الروافض، بعض الرباضية كذا، فلان فلان فلان. ليش؟ والله لها مواقف. القضية الأم للمسلمين قضية فلسطين. طيب هو ينفي صفات الله عز وجل، يقول الله لا أسماء ولا صفات، أو أسماء مجردة لا تدعو على معاني. ليس الله جل وعلا فوق العرش. هذا أقبح ما يقال، أكفر الكفر كفر الجهمية لما نفوا صفات الله عز وجل. يعني لو قيل لشخص ما أنت لا تفهم ولا تسمع ولا تعلم وشهادتك مزورة وأنت أصلا مفاهم، اسكت أصلا، أنت لست ها، هذا أكبر مسبب. كل حق أنت ما تفهم شيء، لا تقول أنت أصلا ما تعرف، أنت يعني ما عندك علم. شو ما عندي كل هالشهادات كل الخبرات تقول لي ما عندك علم؟ ما راح يرضى فيها. كيف تأتي الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، علي أعلى لكن ليس فوق العرش، ليس فوق مخلوقاته؟ يعني أي شيء أكبر من هذا؟ أي شيء؟ حينئذ حتى الأصنام ستكون أكمل من الله عز وجل والعياذ بالله. يعني المشركون الأوائل ماذا فعلوا؟ ساووا بين الخالق والمخلوق. يوم القيامة عندهم ندم عظيم، ماذا يقولون؟ يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. كيف ساووا بين رب العالمين وآليتهم؟ صرفوا لها من العبادة كما يجب أن يصرف لله وحده، يدعون الله يدعون المخلوق، إذن هذا مساواة. يسجدون لله يسجد المخلوق، هذا مساواة. ينذرون لله ينذر المخلوق، هذا مساواة. طيب هؤلاء ماذا فعل الجهمية؟ تجاوزوا، فجعل الله معدوما، حتى بلغ فيهم من يقول الله عز وجل لا موجود ولا معدوم. شو لا موجود معدوم؟ لأن المعدوم ممكن يوجد، لكن لا، ربنا حتى مش معدوم ولا موجود، ما ينطبق عليه الوجود ولا العدم. ايش يعني؟ ايش اذا احنا ايش ماذا سيكون الله عز وجل؟ لا شيء يعني، صح؟ لا شيء. يعني الاصنام خير، والله يقول الله خير أما تشركون. كيف الله خير من كل شيء؟ جعل الله لا شيء، لا يعظمونه بعد، يقولك فلان هذا مش مفتي الأمة القادمة. إيش مفتي الأمة هو ينفي صفات الله عز وجل، ينفي علو الله تبارك وتعالى؟ إيش ماذا بقي؟ لكن هذا شأن من لا يعرف العقيدة ولا يهتم بها ولا التوحيد ولا حتى يقرأ كتاب الله، والله ما يتدبره. أكثر شيء يتكلم الله في كتابه عن نفسه، أسماؤه، صفاته، أفعاله، أوامره، نواهيه، ما يغضبه، ما يرضيه، كيف بأوليائه، كيف بأعدائه، ماذا عدى لمن أطاعه، ماذا عدى لمن عصاه. القرآن كله تعريف بالله عز وجل، أصلا القرآن كله تعريف بالله عز وجل. حتى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تفسير مشهور إيش اللي يعبدون؟ يعني إلا ليوحدون. وجاء فيه تفسيرها تفسير صحيح،
إلا ليعرفون. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما وصل اليمن: انك تقدم على قوم الكتاب فليكن اول ما تدعو اليه شهاده لا اله الا محمد رسول الله. الحديث مشهور: فانهم وحدوا الله، فانهم اطاعوك. في روايه قال: فانهم عرفوا الله. معرفه الله اصلا، كلما ازداد العبد معرفه بالله عز وجل كلما ازداد حبا وخوفا ورجاء وتعظيما. وفي اقوال الناس السائده: من لا يعرفك ما يثمنك. وهؤلاء فعلا ما عرفوا الله. فذلك قال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يا جاهل، كيف تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد مخلوقا دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف؟ هذا أعظم جهل، أعظم سفة. فهؤلاء جهلوا هذه القضية الأم، قضية عظيمة، أساس الدين. خلقنا لنعبد الله، خلقنا لنعرف الله عز وجل، خلقنا لنطيع الله عز وجل. القرآن كله تعريف بالله عز وجل، من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. اقرأ وتدبر تجد هذا واضحا جليا، والله من أول إلى آخره كله تعريف بالله عز وجل. واضح؟ طيب، إذن هؤلاء يقولون الله عز وجل، الجهمية: الله لا أسماء ولا صفات. معتزلة يعني أسماء بلا صفات. الأشاعرة: أسماء بعض الصفات، الباقي تحريف، يسمونه ماذا؟ تأويل، كله عبث.